عن حزب الشعب الجمهوري التركي حسن أكجول يؤكد أن الأزمة في سوريا ستنتهي عندما تنهي حكومة رجب طيب أردوغان دعمها للإرهابيين وتدريبهم وتسليحهم وإرسالهم إلى سوريا. النائب التركي أكد أن حزب الشعب الجمهوري كغيره من أحزاب المعارضة التركية مصر على إعادة بناء علاقات متينة مع سوريا. حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يصر على محاكاة رغبة المواطنين الأتراك لإعادة بناء جسور العلاقات المتينة مع سوريا في مواجهة إصرار أردوغان وحكومته على هدمها، حيث أكد النائب عن الشعب الجمهوري حسن أكجل أن الأزمة في سوريا ستنتهي عندما تنهي حكومة أردوغان دعمها للإرهابيين وتأمين إرسالهم إلى سوريا. بزم سوريا gidişimizi آخر من يمكنه انتقاد زيارتنا السلمية والهادفة لإحلال السلم في سوريا هو أردوغان وحكومته، فليس لديهم حتى حق الحديث بهذه الزيارة، فهم من يدعمون الإرهاب، وهم من يجلسون اليوم مع ممثليه الذين لا يملكون أي هوية رسمية. السياسيون الأتراك يؤكدون أن حكومة أردوغان تورطت في سوريا ولم تحسب النتائج التي وصلت إليها اليوم، كما لم تترك لنفسها أي طريق للعودة، لذلك يصعب على أردوغان ووزير خارجيته العودة عن سياسة العداء لسوريا على اعتبار أن الشعب التركي سيسوقهم للحساب فيما اقترفت أيديهم. يجب على أردوغان التخلي عن الغرور وهستيريا الأنا، يجب أن يفهم أنه رئيس حكومة وأنه مسؤول عن 75 مليون إنسان، عندها سيتمكن من الاعتراف بالسياسة الخاطئة التي مارسها وسيتمكن من العودة عنها، وبالتالي لن يتدخل بالشؤون الداخلية لسوريا وسيمنع الإرهابيين من التسلل إليها. الأتراك حتى من مؤيدي أردوغان أبدوا دعمهم الكامل لمساعي حزب الشعب الجمهوري في تنسيق الحلول للأزمة مع الحكومة السورية وإعادة بناء العلاقات الرسمية بين البلدين، على اعتبار الأغلبية الساحقة من الأتراك لم تتأثر بالحملة الإعلامية لمعاداة سوريا وشعبها. يجب عدم انتقاد هذه البوادر من الأحزاب، فنحن لا نريد خلق العداء مع الجيران، بل يجب على بقية الأحزاب أيضا الذهاب إلى سوريا. سياستنا الخارجية ليست قومية وسيئة جدا، هذه سياسة حولت كل جيراننا إلى أعداء لنا، هذه ليست سياسة قومية. سياسة أردوغان استهدفت جيراننا وهذا ليس لمصلحة تركيا. سابقا كنا أعداء فقط مع اليونان، والآن لدينا أكثر من يونان حولنا. المراقبون الأتراك يرون أن أردوغان وحكومته خرقوا أبسط قواعد الحكم بتخليهم عن المسؤولية التي يحملونها تجاه الإنسانية والعلاقات الدولية أولاً، وتجاه شعبهم والأخوة والقرابة التي تربطه بأشقائه السوريين ثانياً. انتصار سوريا بقيادة الرئيس الأسد يعني سياسياً انتهاء أمير قطر ورئيس وزراء تركيا، ولذلك تأخذ الأزمة السورية بعدا شخصيا في التعامل معها من كل من قطر وتركيا، وذلك حسب رأي السياسيين الأتراك وخصوصا من حزب الشعب الجمهوري. عمر أحمد، تلفزيون الدنيا، أنقرة.